ازيكم، انا شيماء واهلا بيكم في فيديو جديد. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب او اشتراك وتفعلوا خاصيه الجرس علشان توصلكم كل الفيديوهات الجديده، ولايك وشير الفيديو مع اصحابكم. النهارده بقى هنعمل حظوظه، هي يعني زي طريقه النول بس مش بالنول، تمام؟ يعني مثلا احنا عارفين ان في كتير ما عندهمش النول وبيبقوا عايزين يعملوا حظاظات النول دي بس مش عارفين يعملوها ازاي، فاحنا النهارده هنعمل حظاظه زي النول بس من غيره، مش هنحتاج فيها النول خالص. هنحتاج خيطين ستان زي دول، طول كل خيط 80 سنتي. انا عملت فيديو عن كل انواع الخيوط اللي بستخدمها في الحظاظات، هيظهر معاكم في حرف الاي او الدايره البيضاء اللي فوق الفيديو هنا دي، هتلاقوا كل انواع الخيوط اللي بستخدمها في الحظاظات، لان بعمل حظاظات كتير جدا باشكال مختلفه. وهتلاقوا كمان في السهم الصغير اللي تحت الفيديو، اللي هي في قائمة الوصف تحت الفيديو وفي أول تعليق تحت الفيديو، حظاظات كتير جدا بأشكال مختلفة. هستخدم كمان خرز زي ده، لولي كده صغير، وهستخدم خيط تركي زي ما قلت لكم. كل الخيوط هتلاقوها في الفيديو اللي قلت لكم هيظهر لكم في حرف الاي. خيط اهو طوله حوالي متر، تمام، ولضمته طبعا في ابرة اهو. طيب هنبدأ ازاي بقى وهنعمل ايه؟ اول حاجة هنربط كده ربطة من هنا، يعني ربطة صغيرة، يعني المسافة اللي سبناها كده عند الربطة، بصوا هي مش هتبقى كبيرة او هي حوالي 10-11 سنتي كده، اللي هي بتبقى في الطرف ايه لما بنيجي نقفل الحظوظة. طيب هو ده خيط تركي، بس الخيط ده انا رفعته شوية، يعني خليته ارفع من ما هو رفيع اصلا. ازاي بعمل الحركة دي؟ بجيب الخيط اهو العادي اللي هو الشكل العادي اللي احنا عارفينه، وباجي من عند الحتة النهاية هنا، بتبقى طبعا انتوا شايفين بيبقى كل خيط مثلا، يعني ده بيبقى حوالي 4 لفات كده، فهخلي كل 2 في جنب، تمام، كل 2 مع بعض في جنب، وبفضل اشد 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 لحد ما افك كده ويبقى رفيع معايا بالمنظر ده. يعني بنفضل نشد نشد كده اهو زي ما انتوا شايفين لحد ما يتقسموا معايا نصين، عشان انا عايزاه يبقى ارفع شويه. طيب كده انا ربطت الربطه، هثبتها بقى هنا اهو فوق كده خالص، وهبتدي بقى اعمل ايه؟ هربط ربطه من النهايه الاول هنا، ربطه عاديه جدا، تمام، اهي ربطة عادية خالص. بصوا احنا طبعا بنسيب ايه حتة طويلة كده هنا، زي ما احنا متعودين في كل الحظاظات احنا بنشتغل الخيط مفرد، فبنسيب حتة قصيرة كده عادي عشان كل ما يقصر معانا نطول عادي. هجيب بقى عند الطرف الشمال ده وهدخل كده الابرة فيه في الخيط نفسه، حلو، علشان بس ايه نثبتها كده في البداية اهو، دخلها واربط كده لحد الاخر، خلاص اهي ثبتت. طيب بعدين بقى هعمل ايه؟ كده انا عندي الخيط بقى في النص اهو، شايفين الخيط اللي فيه الابرة بقى في النص، هجيب خرزة هدخلها فيه اهو، خرزة كده دخلت لحد النص. طيب وبعدين الابرة، اهي الابرة بالخيط بتاعها، هدخلها من تحت الخيط ده، من تحتيه مش من فوقيه، من تحت الخيط اللي على اليمين ده. طيب انا كده لسه ما خلصتش، بعد ما دخلتها من تحتيه ادي الخرزة بقى اهي، همسك الخرزة كده وهروح مدخلة الابرة من الخرم بتاع الخرزة اللي هنا ده، هجيب كده بقى من الطرف اللي عند الابرة اللي هو من هنا ده، وهقوم مدخلة الابرة فيها من الناحية دي كده. طيب بعد ما دخلتها هروح جايباها بقى تحت الخيط اللي عند الشمال ده تحتي، يعني انا دخلتها جوه الخرزة من ناحية اليمين لحد الشمال، هروح مدخلها بقى من تحت الخيط الشمال واشد، تمام. هتبتدي بقى تجمد معايا اول خرزة، بصوا كده هي ابتدت ايه تجمد اهي معانا عادي خالص، هروح زقاها لحد فوق. طيب المرة دي بقى هجيب خرزة تاني اهي عادي خالص، اهي هدخلها في الخيط اهو، وبعدين هروح جايباها برضو من تحت الخيط ده. اول مرة هتلاقوا الدنيا ايه، يعني لسه مش ثابت قوي بس بيثبت معانا واحدة واحدة، بعد كده المهم ان احنا بنفضل ماشيين بنفس الطريقة. طيب بصوا بقى بتبتدي تثبت ازاي، اهي اهو هيجي برضو من هنا هدخل الابرة بالشكل ده، شايفين دخلتها ازاي اهو. اوعوا تنسوا لازم طبعا بعد ما دخلناها في الابرة ندخلها تحت الخيط التاني اللي هو على الشمال، ونروح شادين اهو، شايفين نشد 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 ونروح ايه مجمدين كده
لفوق. لازم الموضوع ده علشان يجمد معانا ويبقى الدنيا مظبوطة معانا اهو. تمام، ادي خرزة تاني اهي بنفس النظام، بدخلها اهي عادي خالص، بتدخل معايا لحد النص. طبعا الخيط بيلف فوقيه، شايفين بيلف معانا ازاي؟ بتدخل اهي. بعد ما دخلناها اجيبها من تحت بتاع اليمين ده اهو، وبعدين طبعا بقينا عارفين هندخلها في الخرزة من الحتة دي. وبعد ما دخلناها بنعمل ايه؟ نروح مدخلينها من تحت الخيط التاني. لازم الخطوة دي، ما ينفعش نلخبط خالص في الخطوة دي، علشان لو لخبطنا هتلف فوق بعضيها والدنيا هتخرب خالص معانا اهو. وادي خرزة تاني اهي بنفس النظام برضو من فوق اهو، وهنروح مدخلينها تحت تحت اليمين دي اهي. بعدين نعكس الإبرة من هنا وندخلها جواها. بعد ما دخلناها جواها ندخلها تحت التانية ونروح شدين. طريقة سهلة جدا هنقدر نعمل بيها النول بسهولة بقى، من غير ما نقعد نوجع في قلبنا بقى وانا ما عنديش نول طب هعمل ايه. لا، كل حاجة هتتعمل معانا عادي خالص اهو، اهم حاجة بس نشد جامد علشان تظبط معانا كويس. تمام، بصوا بقى الشكل ابتدى يبان ازاي، بسيطة جدا ما فيهاش اي مشكلة خالص معانا اهي. نفس الطريقة دي طبعا بنفضل ماشيين كده، مش بنغير اي حاجة خالص. هتلاقوا كمان حظاظات كتير جدا مختلفة بالخرز والخيط، هتظهر لكم في حرف الاي او الدايرة البيضاء اللي فوق الفيديو دي، اشكال كتير جدا مختلفة. بصوا بقى بمجرد ما خلصت شكلها بقى عامل ازاي، شكلها مظبوطة جدا وحلوة جدا، شايفين ادي شكلها على الايد اهي. طبعا بقى هنقفلها ازاي؟ احنا لازم نقفلها برضو كويس من تحت، لان احنا شغالين بكذا خيط وكذا حاجة، فلازم طبعا تتقفل كويس عشان ما تجيش تفك معانا بقى والدنيا تخرب. يعني هندخل بقى الإبرة كده من هنا اهو في الخيط برضو، ونشد كده كويس، هندخلها برضو في الخيط من الناحية التانية برضو، علشان لازم تعرفين ان اهم حاجة التقفيل يكون مظبوط علشان ما نبوظش الدنيا اهو. شد كده كويس، هنرجع برضو بنفس النظام في الخيطين برضو. من اهم حاجة برضو ما نبوظش الشكل النهائي، يعني نقفل كده رايح جاي وما نبوظش الدنيا معانا اهو. تمام، برضو هنخش كده مرة كمان بالإبرة كده في الخيطين. تمام، شايفين بصوا كده التقفيل من تحت عامل ازاي، مش باين اي حاجة خالص. بعد ما هنعمل كده بقى مرة كده لجوه لتحت كده اهو، مرة كمان لفوق من تحت لفوق اهو. بعد ما عملت كده هروح مدخلاها بقى في الناحية دي من هنا، وهربط بقى رابطة في النهاية اهو، واربط بقى رابطة واقفل خالص، رابطة بقى عادية جدا. نشيل الإبرة علشان ايه؟ نعرف نربط في الرابطة لحد الآخر كده، ونزق بالإبرة زي ما وريتكم في حظاظة قبل كده، هتظهر لكم هنا في حرف الاي او الدايرة البيضاء الحظاظة اللي كنا بنربط بالإبرة فيها ازاي. تمام، خلاص كده عملناها. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنقفل بقى، هنقص الطرف ده وهنلسعه بالولاعة. شايفين التقفيل من تحت ولا باين اي حاجة؟ لا كأننا عملنا اي حاجة خالص اهو. هنلسع برضو الطرف اللي هنا اللي في البداية خالص ده، هنلسعه وبرضو هنقصه وهنلسعه بالولاعة برضو اهو. هنربط بقى رابطة من النهاية برضو، يعني هنخلي رابطة، احنا كده عملنا رابطة في البداية،
نعمل برضو رابطة من النهاية عشان تكون برضو متظبطة كده كويس من الناحيتين اهو، رابطة حلوة برضو من النهاية اهي، عشان بس ايه الدنيا كلها تبقى مظبوطة معانا. ايه دي شكلها، بصوا شايفين بقى الشكل على الايد عامل ازاي، شكلها حلو جدا. طبعا طريقة القفل اللي بيضيق ويوسع ده هتلاقوا الطريقة انا عملتها قبل كده وتظهر معاكم في حرف الاي او الدايرة البيضاء اللي فوق الفيديو علشان تعرفوا تقفلوها للاخر بالطريقة دي كمان. ايه دي شكلها اهو، شكلها حلو جدا ازاي. متنسوش بقى تعملوا سبسكرايب او اشتراك وتفعلوا خاصية الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديدة، ولايك وشير للفيديو مع اصحابكم.